وقع مرة والتانية والتالتة، بس الشاطر اللي بيقوم من وقعتهم. دايما اسعى ورا حلمك، دايما خلي طريقك واضح، خليك عندك حلم انك وهدف انك توصل له. مهما فرصة، مهما عديت فرصة تانية التالتة، افضل ورا حلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. النهاردة معانا ثلاث مواهب مختلفة، إنشاد، كاتبة روائية وشاعر. في البداية هنرحب بالكاتبة اللي معانا وهي سهيلة الراوي. ازيك يا سهيلة؟ والمنشدة الجميلة منار يحيى. ازيك منار؟ وطبعا فاروق جمعة من محافظة أسيوط، من قباء، من جبال، من جباء، كلية شريعة وقانون. تمام، اهلا بك فاروق. اهلا وسهلا بحضرتك. عاملين ايه؟ في البداية يا سهيلة، ازاي اكتشفت موهبة الكتابة عندك؟ وانا من صغري عامة بكتب، يعني انا بحب الكتابة، بس اللي هو يعني مذكرات وحاجات. امسك المايك. حاجات بسيطة قوي كده. فجيت في الثانوي كنت بكتب بس حاجات بسيطة برضو اللي هي عامية. فبعد ثالثة ثانوي بدأت ان انا اكتب بجد. وغير كده انا مامتي بتكتب، فانا كنت واخده منها بقى الموهبه دي. انا كنت من صغري بحب قوي اقرا لها، وكانت هي بتكتب شعر وانا اروح القيه في المدرسه، لحد ما بقيت انا بقى اللي بكتب وبلقي النفس. ازاي طورت الموهبه دي عندك؟ هو انا قريت، بس مش قريت كتير قوي، بس هي موهبه. ويعني هو المفروض 90% او 80% موهبه، والباقي بقى تنميه من حيث القراءه، تنميه القرايه، الكتابه اكتر. جميل. منار، منار كلميني في البدايه. منار، ليه اخترت الانشاد الديني؟ عشان انا حفظت القران في سن صغير، فاتجهت. امسك المايك برضو معاكي اهو. عشان انا حفظت القران في سن صغير، فبالتالي كان صوتي كويس يعني في القران نوعا ما، والبيت عندنا كله ما شاء الله يعني متدين. جميل. طورت من نفسك ازاي في الانشاد؟ كنت بسمع مشايخ، بسمع منشدين، واحاول ان انا اقلد مثلا، وبغني كده مع نفسي. وكنت في الاذاعه وانا في ابتدائي، وبرده في ثانوي وهكذا. في الجامعة بقيت أدخل مسابقات والحمد لله. الحمد لله. جميل. فاروق، نعم. اخترت الشعر ليه؟ وأنا ما اخترتش الشعر، يعني هو اللي اختارني. يعني أنا اتولدت ولما وعيت على الدنيا وكده، بقيت يعني أميل ناحية الكلمة الحلوة والجملة الحساسة اللي بتلمس المشاعر. وبدأت أكتب يعني الشعر من الابتدائية وكده، وبعدين بدأت أنمي الموهبة بالقراية والاستماع للشعراء كانوا معاصرين أو كانوا قدامى، ولحد يعني بقيت أكتب لنفسي قصائد خاصة بيا وبلقي وكده. من النقطة دي طورت من نفسك؟ أيوة، طورت من نفسي من النقطة دي. جميل. سهيلة، أنت كنت عاملة رواية صح؟ عرفينا أكتر عنها. هي الرواية اسمها رغم البعد نلتقي، هي اسم على مسمى تقريبا. فهو كانت المفروض في معرض الاسكندريه اللي فات، بس اتاجلت بسبب كورونا واللي احنا بنمر بيه وكده. بس ان شاء الله بقى هتكون في معرض القاهره الجاي او المعرض الجاي، اتاجل بقى لشهر 6 باذن الله. 30/6 ان شاء الله. باذن الله. انت كاتبه وشاعره؟ محضره قصائد لينا النهارده؟ انا كنت كاتبه شعر تقريبا من سنتين او من سنه يعني، هقوله. اتفضلي. في البداية مقابلتي ليك مش عشان تغفلي ولا إني بترجى تسامحني. عارفين الغلط عند مين، مين اللي ساب ومين اللي كان ملعوب عليه. وأنا كل غلطتي إني حبيت ومش هنكر، مش هكون نكرة زيك وأنكر الجميل. كنت سبب سعادتك، أثبتت لي الأيام حقيقتك، وعرفتني إنك جبان مش قد الإخلاص والأمان اللي زرعته أنا جواك. بل جيت وبكل جبروت كسرت القلب اللي كان لك بيت، بيت بيحميك من عواصف الحياة، ليك أنا كنت كل ما تريد. ولا نسيت؟ نسيت. والدليل انك سبت وبكل قوة فيك بعت الحب اللي كان مداويك. في البداية كنت كيف الروح، دخلت جوايا واديتني روح فقويت بيك، وسندت على كتفي كان مجرد لوح.
ولما ضعفت وفي أول كسرة ليا طلبت إنك تروح كيف مفتوح قلبك لا تحب غيري بنات ما كنت أنا ست البنات وإني بيهم كلهم وإني ألطف منهم سبتني علشانها كم كلمة حبيتها فأتحت الفرصة لقلبك عشان يسيب ما أنا كنت أوفى حبيب أفعالي ما كانتش كافية لتوضح لك ولا كنت عاوزني أبيع كرامتي واجي أسرد لك وجعي وإني بدونك مش هقدر أعيش لا هعيش وبعيش وكنت عايشة أنا أقوى من إني في يوم أنزل دمعة عشان بس هنام الليل من غير ما أشوف سيادتك ولا إنك تكلمني وتبرر عن غيابك وإنك كنت مغصوب على البعد البعد مكتوب وإنت المحبوب فسبتني ورحت لأجل البنات طعمين وإن واحدة مش هتكفيك هتجيب منين كلام يكفيك سبت الحب وتجرت فيه ونسيت اللي كانت بتقويك مش هلومك لأنك خسيس ولا حتى هلوم إبليس لأنه قدر يسيطر عليك هلوم قلبي اللي مشي عكس عقلي ورفض إنه يلبي طلبي فما تضحكش أنا ما أقدرش أفكر في الرجوع ولا إني أكون أسيرة بين إيدين سيادتك أنا عايشة وبتنفس صحيح أنا باب سعادتي اتفتح من يوم ما أنت مشيت كنت كتير بتهين كتابتي واني جهلة في التحدي مرض الكتابة زاد وصاب قلبي ما استكفتش بل كمان أدمنت الشعر فأصابني الشعر وأصبحت بصرخ بيه أدمنت الشعر والكتابة وبقيت كالعادة اللي ما كنت بين كبار الناس وبقيت أنت مجرد وسواس بهرب منه وأستعيذ لا أعود تاني للحياة ودلوقتي وبكامل إرادتي أنا وقتي بيجري في الأهم وإنت أصبحت مجرد وهم كنت في حياتي حلم وصحيت منه على كابوس أنا مش هطول في السرد كفاية بس إني قدرت أرد الضربة ليك وبقيت بتعاني وبتنادي بأعلى صوت وإنك بتدق وجع الموت عشان أرجع لك وأحن أنا دلوقتي بقيت لحد مستحيل أبيع واشتريك لأنك غير مفيد لا تملك رحمة ولا حب فليه أرجع لك وأنا بتحب أبدعت يا سهيلة منار منار أنت قعدت قد إيه تتدربي على الإنشاد يعني من وأنا في تالتة ابتدائي تقريبا من وقتها لغاية دلوقتي ما شاء الله بس أكيد يعني كانوا يقولوا صوتك وحش بس ما كنتش بسمع الحق أكيد طبعا دي الانتقالات هتسمعني يا منار يا آمنة أبو شراكي اتفضلي يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أنباك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وحسنه وفاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تجملي نورا به أكساكي
ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا وحسنه وفاكي هذا نبي الأمة جاءنا بالرحمة من أجله ندخل الجنة صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أبدعتي يا منور. المايك تفضل يا فاروق. شكرا فاروق. ايه اللي ساعدك انك تطور نفسك في الشعر؟ اللي ساعدني بالظبط القراءه المستدامه والاستماع يعني للشعراء. في حد من قريبين منك او اصدقائك؟ ايوه طبعا اكيد والدتي دعمتني بشكل كبير ووالدي واخويا الكبير هشام. هم اللي ساعدوك تطور من نفسك في الشعر؟ هم ساعدونك في جنب يعني الطريق وكده يعني. جميل. هتسمعنا قصيدتي؟ هسمع قصيده رسالة من الحجر الصحي. تفضل. مهما تغيبي وتكسي علي حبك زايد ما يقلش، ما هو مهما الهم يزيد في القلب قلب العاشق ما يكلش، سنوات بتفوت وانا لسه بموت في عينيكي وقلبي ما بيملش، من ياما شكيت للناس حالي واللي بيسمعني ما بيحلش، انا مش بايديا ان انا مايل عمال بترجى وبتحايل تسقيني قبل ولو ريقي وهو ناشف لسه وما تبلش، الدنيا خلاص خلصت بشويش، طب شوفي المشهد حواليكي ما تملي العين وما تتخبيش، مش عايشة معانا وشايفانا طب نظرة يا دوب من جوه الشيش، هتلاقي الدنيا خلاص ومفيش هتشوفي مشاهد مش ولا بد وتكوني جبلة وميت بردة لو شفت المشهد وما تبكيش، لو كان الحال مش هيأثر أنا هفضل عايش متحسر، هو أنت ما زلت ما بتحسيش، العمر خلاص ما بجيش ممدود، كم يوم وخلاص هيكون ودع، والعمر نودع مش هيعود، الوقت في إيدنا صبح محدود، كم يوم هيعدي وتجلانا ويكون العالم مش موجود، الصدفة بتاعتك في الشارع مش هتغير حال العالم، ولا رؤية كمان وقت مواصلة، هنضيف فصلة وكأن مفيش أخطار حاصلة ونوجه للخير البصلة ونروح لمكان أحسن وأمان ومفيهش حروب ونحاول نصلح في قلوبنا ونعدل حالنا المايل ده، ما كفاية سنين عايش مقلوب، وإن كان إنسان عارف خطأه ومصرح بيه فبلاش نغلط ونقول معيوب، مش فاضل وقت عشان نعتب والناس العايمة في بحر ذنوب تلحق وتتوب، وكأني ما شفتش منك شر ولا قلبك شافني وسابني وفر، ولا مديت ايدي في يوم غرقي ورفضت اعيش واطلع على البر، ولا شفتش منك ولا غلطه ولا شفتك يوم في محطه قطر، هنسامح ونضيف النقطه وهنبدا نكتب اول سطر ونعيش من تاني على نظافه ونكون داعيين تكمل بالستر، ونقول كلمه ويا رب تزح عنا الغمه، طب شفتي الاكلات السامه بتسم الناس وتجيب امراض، طب ده يرضيكي وبالذمه الشمس عشية ما تظهرش ولا حتى نشوف في السما نجمة، يرضيك العالم يا حبيبتي ينعس ويقوم جوا العتمة، أتمنى تردي على كلامي السنة بدأت قامت واخدانا على الحامي، على طول تدي الضربة القاضية ولا عدنا بنقدر نتحمل وجيوب صبرنا بقيت فاضية، ما تبصي وشوفي وصلنا لإيه ولا أنت خلاص شايفة وراضية، الناس مشغولة بجمع فلوس والعالم عمال بيدور مش لاقي علاج يقتل فيروس، والفيروس طاير نافش ريش، الدنيا بتخرب حواليكي هو انت ما زلت ما بتحسيش، مش راحم ابدا وبياكل، الطيب برضه بيتاكل والعالم داخل في مشاكل، خليكي تجلانه وبخلانه وكانك مش عايشه معانا، العالم عايش فصل خريف وكانك عايشه في احلى ربيع، استني العالم لما يضيع، لما يكون ما فيهوش انسان وما عدتش تسمع صوت صريخ، ابقي اجري وعيشي على المريخ، وخلاص ندمك ما بجيش ينفع. لم دموعك وشوفي لك ركن، قفل شباكك ما تبصيش، انا مش قلت لك من بدري هتجيلي في ساعه وما تلاقينيش، انا مش موجود ما انا قلت كتير وما فيش فايده، لو مهما بقول ده ما بيكفيش، طب اقول لك ايه
إذا كنت ما زلت ما بتحسيش. أبدعت يا فاروق. نرجع تاني لسهيلة. سهيلة، أكيد واجهت انتقادات في كتاباتك، يعني كتاباتك مثلا في ناس ما عجبتهمش الكتابات أو قالوا لك نقد عليه، إزاي كنت بتواجه الانتقادات دي؟ أنا عامة بحب أي انتقاد وبفرح بيه لأن ده بيطور من ذاتي. اتفضلي ابدأي جاوبي على السؤال. أنا عامة بحب أي انتقاد فهو يعني الحاجة اللي المفروض تتوجه لي أنا بطور فيها، يعني هما في حاجة لو مثلا مش عاجباهم في اللي أنا بكتبه فهم أكيد مش حقد أو أي حاجة، فطبيعي أنا غلطانة في الحاجة دي أكيد. فببدأ إن أنا أصلح فيها أكيد. هل في رسالة معينة بتقدميها من خلال كتاباتك؟ من خلال رسالة كتاباتي؟ أو يعني في كتاباتك من اللي أنا بكتبه يعني أو رسالة معينة، يعني أنت بتوصلي كذا رسالة مش رسالة معينة؟ يعني هو أنا بكتب جميع الألوان، أيوة، رومانسي، اكتئاب، كل حاجة، فكل مجال. بس تقريبا معظم كتابتي في اللي هو التفاؤل، بحب قوي الناس تبقى متفائلة، فدي رسالة بتوجهها قوي بالظبط كده. جميل. هتقول لنا قصيدة ايه؟ أسفك ليه مش مقبول، كنت كاتباها من فترة، من سنة ونص. لا هو أنا بقالي فترة كبيرة ما كتبت الشعر لأن كنت بحب، أنا بحب الفصحى قوي وبلجأ للفصحى، بس جميل. العامية بقى يعني بحبها برضو، هي أصلا الأقرب لقلب القارئ. جميل. يعني هي اللي بتلمسه. اتفضلي. بيقولوا لي اني شبهك واني واخده نفس طبعك، واخده منك سويتلبك ومعتقداتك الغريبه، قالوا اني كل حاجه فيك هي فيا، حتى غموضي ورثته منك وتعميت، قالوا كتير وانا صديت، رغم قولك اني وحشه واني ماليش شبيه، انك تقرب مني صعب، واني لا افقه شيء عن الحب، اني واحدة بس دارسة المواجع كيف تكون، واني اجرح في البشر، واني بنت كل شر، قلت ان غروري زايد عن الحدود، وهربت تجري تقطع الوعود، رغم ان انت كنت عاشق العيوب وشايفها نور بتلمع في الوجود، واني يعني كنت شمعة وضع ضي في القلوب، واني نور روحي مقفل لك العيون، دلوقتي بقيت الوحشة واني استحالة اكون، وتكون لي بيت كبيرة اتحامى فيه من العيون، الحب مش بيتباع سيادتك وانا عشرة مش مجبور، مش ضروري تحقق وعودك وتزرع ورودك في ارض بور، ده الكلام وقت القول بيبقى كيف النور يضيء القلب وترفرف ليه العقول، وكعادتك سيادتك استاذ في الكلام الخادع، وكعادتي كشف كذبك والخداع عليا تهون، واتلاشى فعلك الفاضح لجلي قلبي اللي حبي فيه واضح، وحبك في قلبي كيف السكين الحامي، وانا مش مجبورة على التحمل واني اناهد، رجوعك ليا رجوع واضح، انك ما لقيتش شبهي ودي الحكاية بوضوح، مش هوافق سيادتك واقول تحت امرك واللي تريده مفعول، دي البنت لو نامت يوم بوجع الحب تقوم بعدها قلبها مقفول، اسفك ليا مش مقبول، مش مقبول. احسنت يا سهيلة. كلمين، ازاي استمرتي في الانشاد؟ اكيد واجهت انتقادات انك بنت وتقولي انشاد ديني، فازاي واجهت الانتقاد دي؟ عادي، انا حابه ان انا اكمل فكملت يعني ببساطه كده. ببساطه. في انتقادات واجهتيها؟ اخر انتقاد كان قرب اول امبارح. انت بنت. انت بنت ما ينفعش انشاد. ومن زمان بقى. جميل. نفس الكلام بقى. أبهرينا وأبهرون بقى بأنشودة كده. هقول سيدي يا رسول الله للنقشبندي. تفضلي. بسم الله. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلة، ولولا الحب لم أتكلم، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدات الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم، إن الذي سواك
سيدي يا رسول الله وفاك وصفا بالثناء الأكرم نصلي عليه كما علمنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الإشراقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق وإلى العدل وإلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم متجردا من كل جاه خادع وبغير جاه الله لم يحتم. صلى عليك الله يا خير البرى. دعتي فاروق، هل بتقدم رسالة من خلال الشعر اللي بتكتبه أو قصايد؟ بقدم رسالة على حسب المحتوى بتاع القصيدة اللي بقدمها. إيه الأنواع الرسالة اللي بتقدمها؟ يعني بالنسبة للقصائد التفاؤل بتكلم عن التفاؤل إن في قصائد بتقول لا لليأس ونعم للتفاؤل وبلاش إحباط والكلام ده. جميل. وكل قصيدة على حسب المحتوى بتاعها. هتقدم لنا قصيدة دلوقتي؟ هقول القصيدة امبارح. اتفضل. امبارح شفت الناس ماشية، الواحد ماشي في قلبه هموم بيفكر ازاي تتبخر، الكل في همه خلاص ملخوم، الدنيا بحالها دي معروفة مكسومة اتنين، بين ظالم مش عارف ربه وما بين مظلوم، وده شيء مفهوم، الدنيا تزعل وتفرح أوجات فرحان وساعات مخنوق، الناس تشتاقلك وتقرب هتبعد عنهم مطنش، وهيجي اليوم وهيفضل يقتل فيك الشوق، تسرق من ناس راحت عينهم وهيجي اليوم وتكون مسروق، أنا نفسي ألاقي بجد أمان، دورت عليه دايما ضايع، كان جاي وبيحلف هيحافظ وفي لحظة ومن غير ما هتشعر الشاري هيتبدل بايع، أنا قلبي بجد بيوجعني، على إيه يعني عمال يعند، وإزاي هاين وجع قصاده، عمال بيزود في عناده، طب ليه طيب دايما يوعد، لما أنت ما فيش نية تنفذ، وأنا صابر أهو واللي بحبه عمال يبعد، عمال يبعد، عمال يبعد، حبيتك حب ما يتعدش، مش لاقي كلام علشان يوصف، وبجيلك علشان أحكي لك اسمعني وركز ما تصدش، عاش حبك قلبي وما بينساش، وياريته معاش، فيه قلبي معاك ما بيتوصاش، عمال يعند ما بيتهدش، حبيني لو ربع اللي بحبه وحبيتك حب ما يتعدش. رو، قبل ما اخد منك مايك وجه كلمه شكر للناس وقفوا جنبك وسندوك وقفوا جنبك عشان تكمل طريقك. طبعا بشكر والدتي ووالدي واخواتي بشكل عام ويعني وأقربائي كلهم يعني على وجه العموم. جميل. سؤالي، وجهي كلمة شكر للناس وقفوا جنبك وسندوكي. لماما وبابا وأخواتي وصحابي وكل الناس اللي بحبهم مهما تانية. جميل. منار، وجهي كلمة شكر. أنا بشكر ربنا أول حاجة، بعدين بشكر أمي ربنا يبارك في عمرها يا رب، ووالدي وكل صحابي لأن صحابي بصراحة هم واقفين جنبي وأهلي طبعا كلهم وأي حد بيحبني. ربنا يخليهم منك رب. ده كانت نهاية وختام فقرتنا الأولى، هنروح فاصل سريع ونرجع لكم مع تاني فقراتنا، انتظرونا.